متابعي الكرام متابعي شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الحي من عين عودة، الطريق المؤدي للمنزة وكذلك التمارة وكذلك الرباط، يعني طريق اللي طريق الخوف، يعني كنشوفوا كل ظلمة كل حفاري، يعني هذه هي طريق الرعب وطريق الموت. أنا كنشوفوا كل يعني حفاري وكذلك يعني ظلمات، يعني في وجود انعدام إنارة يعني كما كتشوفوا، وعاد خطير في الأمر هو تنشوفوا بأن هذا الطريق يعني طريق الخطر وطريق الموت. يعني هذه الطريقة هذه حصدت كثير من الأرواح، يعني اللي كنشوفوا طريق يعني كل حفاري. يعني كنشوفوا بان الجماعه كتخسر ميزانيات كبيره على يعني المراجنات وعلى شي حوايج اللي يعني كيخسروا الكثير ديال الفلوس، ولكن علاش ما كيخسروش على الطرقات هذه؟ وكنشوفوا بان الطريق كله محفره وعدم يعني وجود اناره، يعني الشارع خطير. هذه الطريق عين عودة مؤدية إلى المنزه، يعني محسوبة على جماعة المنزه. يعني علاش لا الطريق هذه؟ لأن تقولوا طريق الرعب، طريق الموت، طريق الخطر، علاش ما نشوفوش الطريق هذه يعني فيها ولو يعني شوية ديال الإنارة؟ يعني على الأقل يديروا غير الإنارة، الإنارة بعدا، لأن الطريق كلها محفرة. يعني انا كندوز من يعني هنا ديما، يعني راه غادي كوميم راني حافظه، يعني عادي يدوز من البراني ولا هادي، راه كتسبب في واحد يعني الخطر، يعني شوف كيفاش غادي انا الموضوع كله كيتزعزع. يعني نطلب الله السلامه جميع السائقين، لا يعني الدراجه الناريه، لا السياره، لا الشاحنات. اذا تتمنى اي واحد غيمر من هذه الطريق، هذه الطريق يعني المنزه المؤدي الى عين عوده، يعني لو تجي من عين عوده كتجي من هنا المنزه، ولو تجي من هنا تجي المنزه. كاين هنا لوطوروت متابعي الكرام اللي كتأدي لفاس الدار البيضاء، هنا انتم متابعي الكرام إلا تفيضتو مغتبقى تفيض حتى شي حاجة، يعني راه حشوم وعيب وعار بأننا غندوزو من الطريق ديال المنزه وغنلقاو بأن عدم وجود إنارة، وكنشوفو بأن ميراجانات يعني كيتخسرو بميزانية اللي هي كبيرة. وعلاش؟ بان الطريق هذه اللي هي سنوات، يعني فين هما المسؤولين والمنتخبين ديال الجماعات؟ يعني راه حشوم وعيب وعار انك تدوز بحال الطريق هذه وتلقى كلها حفاري، الا بانك تدخل لواحد المدار اللي هو كيخرج في لوطوروس، هاي الرباط المنزه، يعني محسوب على المنزه. هنا
كاين واحد الطريق اللي هي صراحه الله يعني تتحس بالنفس انك غدوز منها وكدوز منها وكتقول توكلت على الله وإن الله وإن اللي راجعون. انا طريق كامله الله يحفظ خطر وموت كلها مظلمه. خليكم على متابع الكرام متابع شوف تي في يعني باش غتشوفوا الطريق يعني الطريق الخطر والموت. راه دزنا من الاولى الحمد لله ولكن الثانيه تعكس منها. احنا كنتمناو المنتخبين يعني علاش لا يعني الفلوس ديال الميزانيه كتخرج من الخزانه وتمشي حوايج يعني ما عندهمش علاقه. علاش ما نشوفوش كيتخسروا في اناره في الشوارع نشوفوا احسن مدينه افضل مدينه من الشوارع ديالها ومن الاناره. كنشوفوا تراكم الاسباب كنشوفوا عند نشوط اناره الفارق. كنتمنى تتم هذه الرساله الله وعسى توصل بعض المسؤولين اليوم يعني كيحبوا هاد البلد. تحية للرجال الدرك الملكي المتواجدين في هذا المكان. إذا هذه رسالة للمنتخبين أي منتخب أي مدينة عافاك علاش كما السي وليد الركراكي اللي قدر يعني ينجح واحد الفريق اللي يعني كيفتخر بكل مغربي يعني تيهضروا عليه الدول كاملين يعني السي وليد الركراكي دير النيه وسير سير سير الا الحمد لله يعني حتى قدر يعني ينجح واحد الفريق يعني اللي بقات في التاريخ. اذا هذه رساله غنوجهها لجماعه المنزه. انا ديز الطريق حتى حبس حداكم عافاكم الى ما نوضوا خدموا المدينة ديالكم عافاكم يعني تنترجاكم مواطن الناس راه ملي كتنتخب عليكم ولا كتصوت عليكم الا باش تخدموا الساكنة راه ماشي باش تخدموا راسكم ولا تخدموا ولادكم ولا تخدموا عائلتكم ولا يعني الميزانية كتمشي في المهرجانات وهادي عافاكم. راه كاين شوية ديال الطريق اللي هي محفرة اعوام واعوام وكذلك كاين يعني الاناره اللي ما موجداش وكذلك تراكم الازبال اللي صراحه الله يعني ولينا عايشين يعني حاشاكم وسط بعض الازبال اللي مخليهمش الشاحنات الله يهديه. الا ما قادرش يخدم يخلي الناس راه بغات تخدم. خليكم على المتابعين الكرام غتشوفوا طريق الموت يعني اللي كتخرجك من مدينه تماره. رسالة أي منتخب راه ما كنهضرش على مدينة المنزه ولا مدينة تمارة ولا سيدي حيا ولا مثلا تامسنا بحال المهرجان اللي مطلوب تامسنا. سولنا المواطنين اليوم راه كان بعض المناجات وسولناهم واش خاصكم خاصكم مهرجان تيقول لك واش حنا خاصنا مهرجان. فين هما المرافق فين يلعبوا الوليدات فين هما يعني الطرقات. رسالة الله يهديكم وزعما يعني هذا المال العام اللي يعني كتخسروه يعني ببعض الاشياء اللي تسبقوا اهم حوايج كتخسروهم يعني في شي حوايج اللي هما صراحة الله يعني حشوم وعيب وعار. ها انتم متابعين خليكم معنا هنايا يعني ها انتم الدخلة ديال مدينة تمارة والله العلي العظيم الا انتم تتبعوا معايا يعني بلا خلوني نسكت شويه وانتم ليكم التعليق عافاكم الى شويه التعليق لمدينه تماره ولكن شوف تندخل تشوف شنو كاين. على بركه الله غنقول على بركه الله توكلت على الله توكلت على الله لادخل لمدينه تماره. حاول تفيد الضوء ها هو راه تفيد الضوء ها هو راه تفيد اوبا ولكن
تنتمنى التعليق منكم، يعني تعلقوا بلاصتي. يعني الطريق صراحة طلع لي تيدوز منا ياخذ الحيطة والحذر، لان كنقول لكم بان الطريق خطيرة جدا جدا. شوف واحد المنعرج كيفاش داير، هي ركينة بعد البلاك هنايا، لكن علامة التعجب. يعني هنا تبين لك بان راه كاين واحد الفيراج اللي هو خطير جدا. كنتمنى اي واحد هادو متابعي الكرام، يعني تخيل انت، يعني هو الدوره الشاعل، الدوره الشاعل، وشوف يعني كيفاش داير الطريق. هذا واحد المنعرج اللي هو خطير. انا نحاول يعني نسهل لكم الضوء، يعني باش تبان الصوره شويه، يعني الحفاره اللي كيتوازوا. كنتمنى تعلقوا شويه على الطريق هذه، الله يجازيكم بخير، باش ينوضوا بعض المسؤولين يخدموا. يعني كما قلنا السي والد الركراكي اللي يعني دار النيه والنيه ديالو قدر ينجح في المنتخب، يعني علاش ما نشوفوش المسؤول، يعني حتى هو دار النيه وقال راه ندير النيه ونخدم المديره ديالي ونخدم المديره ديالي ويصلحها ونشوفوا احسن مدينه، علاش لا؟ ها جبرت في الدور متابعي الكرام، ياك ودوز الزمان. شاحنة، وتحية لجميع سائقين الشاحنات، تحية لجميع سائقين الشاحنات اللي التحية اليوم، معاكم المتابعين، وكتشوفوا طريق الموت. كنتمنى الله التعليق ما كيهمني، يعني في الطريق هذه عندي مدينة تبارة، يعني مدينة تبارة هي قريبة يعني من عاصمة أنوار، قريبة من الرباط. الشاحنة لا الحافلة أي دابا، والحيطة والحذر، يعني باش ما تيقش الحديد، لأن الحديد هو يعني عدم وجود إنارة، كذلك عدم تبقى عدم وجود علامة التصوير، كتبقى الطريق كاملة محفرة. هانتوما متابعي الكرام، راني حتى نحاول نطفي لكم الضوء يعني باش تشوفوا الطريق هذا، يعني راني بحاول نشعل الفار. نحاول نجيب لكم الروبو متابعي الكرام، متابعي شوف تي في. كنتمنى هذه الصورة يعني توصل لبعض المسؤولين.
اذا خليكم معنا متابعي الكرام. الطريق طريق الموت. هاي ما عرفتش كاينه الطريقه متابعي الكرام. هاد الطريق كتخرجك تيقول لها طريق فيوليا، كتخرجك شارع طريق ابن زياد، وكذلك الطريق هذه اللي غندوز منها دابا حرت واش غندوز من هنا ولا من هنا. انا كاين الغابه والطريق خايبه، ولا ندوز من الطريق ديال هذه يعني الطريقه فيوليا كتخرج شارع طريق ابن زياد. بعيده شويه، نحاول ندوز من ديال الشيبه متابعي الكرام. كيما السوق هنا، الطريق اللي جينا منا هي اللي كتأديك تتأديك للمنزه عين عودة. يعني كنا في عين عودة، حاليا جينا من عين عودة غنكملو الطريق من التبارة. كنتمنى أي واحد دعاء يعني سلامة جميع السائقين بالدراجة النارية أو السيارة أو الشاحنة. يعني كيف كتشوفوا معنا متابعي الكرام، اذا زوميت لكم واحد شويه غتلقاو البرج ديال الاتصالات كيبان من هنا. غنخليكم غنديروا ستوب متابعي الكرام في هذه الوقفه، يعني راه حشوم وعيب وعار. احنا يعني ما كنبعدوش على عاصمه انوار الرباطه والبرج ديال الاتصالات. ها هو البرج ديال الاتصالات كما كتشوفوا متابعي الكرام، يعني قرب مدينه تمارا. ولكن الغريب في الامر ملي كتدخل مدينه تمارا هنا كتلقى الظلام حشوم وعيب وعار. كما شو زوميت لكم الصورة ديال البرج ديال الاتصالات، يعني كيبان احنا في مدينة مريم وكتبعدش على عاصمة الانوار على الرباط. الكيلومتراج يعني قلال، الا وكنشوفو المدينة كتعيش تلاميذ كتعيش يعني يا
صراحه طلع وراكم تابعتوا معنا غير مؤخرا يعني هذه السيمانه هذه الدوره اللي كتاجل. كنشوفوا جميع المدن كيدوزوا في الدورات يعني الدورات حتى مدينه الخارج مراج كيتاجل الدور يعني الدوره كتاجل الى يعني جوج مرات يعني راه حشوم وعيب وعار بس كتعطيك الفرصه باش تصوت عليك يعني باش تصوت عليك وفي الاخير كتخلي المدينه كما هي. شنو هما الاصلاحات؟ شنو هما الانجازات اللي تعطيهم مدينه تمارا؟ تلاحظوا غير مؤخرا في الدوره بعض الاعضاء يعني في الاغلبيه ولاو تيديروا الدور ديال المعارضه يعني هذا هو الصوت ديال الساكنه اللي عطاتكم وانتخبت عليكم باش تخدموا المدينه وتخدموا الشباب وديروا في مرافق الوليدات الا كنشوفوا كتخدموا المصلحه يعني العامه ديالكم. وهذه رساله السيد يعقوب باش يدخل يشوف هذه المهزله هذه اللي كيديروها بعض المنتخبين مدينة تمارا. حنا كنتمناو تنتمناو يعني باش مدينة تمارا باش مدينة تمارا بقات يعني بدون دور الصفيح. الحمد لله يعني جميع دور الصفيح اللي طرحنا الصخيرات كاينين الناس اللي عانوا كاينين الناس اللي مشاو خرجوا كراو كاينين الناس يعني اللي ولادهم قاطعوا الدراسة كاينين الناس اللي في الصخيرات كيجيبوا وليداتهم لتمارا كاين اللي مشى كرا في الماسيره كرا في الصخيرات في عين عوده. حنا كنتلقاو اتصالات يعني كثيره وكثيره ناس يعني كتعيط من عين عوده كتقول لك اودي راه ولادي كيقراو في تمارا ولا في عين عوده وكنحاول نجيبهم من عين عوده لتمارا وكاين اللي قاطع الدراسه يعني ديور الصفيح يعني تحيدوا من بقات حتى شي براكه. وحنا غندخلوا يعني هو المدخل ديال مدينه تمارا غتشوفوا ديور الصفيح بانه ما بقاش حتى شي براكه كلشي تريب يعني كما هاد الناس ريبوا وحيدوا كنتمنى حتى بعض المسؤولين يعني يتحيدوا ما يبقاوش لانهم ما بغاوش يخدموا المدينه تيبغيو يخدموا غير المصلحه ديالهم. يعني كنتمناو هاد الرساله باش توصل السيد يعقوبي والي يعني واحد الانسان اللي هو خادم واحد الانسان اللي هو طيب يعني انسان حقاني وشلا هي مسؤول فاسد يعني اللي كيطبق عليه القانون والحمد لله. واي واحد يعني تستغل شي بلاصه شي ملك عمومي اي واحد يعني كيحاول يعني باش يستغل يعني باش يستغل المرتبه ديالو الا تيطبق عليه السيد والي القانون. شكرا لهذا الرجل الخادم يعني صراحه الله تنقول له شكرا. حنا المتابعين الكرام هنا المدخل ديال مدينه تمارا يعني المعروف هنايا دوار الصاد دوار الصاد يعني كاين اللي كيقول لي دوار الصاد كاين اللي كيقول لي دوار جديد كل واش يقول لي. انا انتم متابعين المتابعين الكرام يعني ما بقات حتى شي براكه ولو براكه تقول دير صفيح في خبر كان. نوقف واحد شويه متابعي الكرام. الله اكبر الحمد لله ملي وصلنا بعدا فتنا طريق الموت. اذا هذا هو المدخل ديال مدينه تمارا متابعي الكرام متابعين شوف تي في يعني تمارا بدون دور صفيح. اذا كنشوفو ما بقاش حتى شي براكه يعني علاش لا ما نشوفوش عاوتاني يعني مدينه تمارا يعني في هذه الاصلاحات ان شاء الله. ما عرفناش شنو غيكون هنا اولا شنو غيدار هنا يعني ولكن كنتمناو يعني كنشوفوا باش نشوفوا شي مرافق الوليدات لان الوليدات مدينه تمارا انتم متابعي الكرام شو حفره قداش كما تيقول هذاك المثل اللي دير فيه عرس ها الحفره الثانيه ها الازبال. يعني مدينة تمارا كتعيش يعني معاناة في الأزبال غير ننظر ولكن مسخيرش كملوا معكم متابعي الكرام
نكملوا معكم هذا البث المباشر هذا، لان علاش ما نشوفوش مرافق الالعاب الوليدات، لان الوليدات